حكي والحكي من نحسيه يكون على مستوى ثقافة، لأن الرئيس العشيرة من يقعد ويشوف صدام حسين شي حكي يعرفون قصده شي حكي من ضمن العراقيين، والعراقيين ترى عزيزين علينا، وبارك الله بالجهود اللي ضحت من أجل العراق العظيم، وبارك الله في محافظة ديالة، ونشكر بعض السادة المسؤولين اللي بالمحافظة، ونشكر السيد المحافظ، ونشكر أمر سرية اللي ضحى من أجل سرية وتالي طقع علي تنكر ما نفض هنايا، والحمد لله طلع سلامات عافية.